قمر، اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا، اكيد انت بطل بنت معلم سلطان. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ياه، لحقتي تخلصي تنظيف الشقة يا نرجس. اسمي نرجس يا ست الستات. انا وضبت الشقة وعملت فيها كل حاجة، سيقتها ونظفتها وقاعدة مستنياكي. اصل المعلم قال لي ان في واحدة قريبته جات تطمن على الشقة. انت مش قريبته برضه يا اختي؟ طب اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، تريحي. اتفضلي اتفضلي يا عيني. اتفضلي، هروح اعمل لك شاي او حاجة ساعة او كوباية عصير. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. يا اهلا. اتفضلي يا روح قلبي، اتفضلي يا عينيا. كوباية عصير بقى، انما ايه تستاهل بقك، عمايل ايديا، الف هنا وشفا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. شكرا. الزيونة وصلت وبقت اخر تمام. طب بالسلامة انت يا اختي. هيتجنن عليكي وانتي ولا انتي هنا. امال فين الشغاله؟ كلتها القطه. الله، انتي برجك العزام؟ انا بقى العقرب، مع اني طيب وابن حلال وقلبي زي اللبن الحليب. ايوه. انتي حاسه بايه دلوقتي؟ صداع. تعالي وانا ضايع ولك. تعالي معايا، هتتبسطي قوي. على فين؟ تعالي بس، أضيع لك الصداع. فين الشغالة؟ قلت لك كلتها القطة. وش مفيش. على الأقل مالك. Thank you.
يا ضحكتك يا بطل، يا ضحكتك يا بطل، يا ضحكتك يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا بطة، بطة رد عليا يا بنتي، يا بطة في حد زعلك يا بنتي؟ ما تقولي، رد عليا، ما تتعبيش قلبي. اجيب لك ولع يا معلم؟ ها بسرعه بسرعه. سلام يا معلم. اهلا يا صحانة، اتفضل. الله يا بطه لسه ما رجعتش؟ رجعت يا معلم. ما شفتهاش يعني؟ كنت عايز اتشكر لها. انا كنت جاي اسالك شفتها يكون حد عكسها ولا حاجه، لان من ساعه ما جت قافله عليها الاوضه ونازله عياط. حاجه غريبه قوي. قوم بينا نشوفها مالها. يلا يا معلم. اتفضل يا معلم. يا ساتر، اتفضل بيتك ومطرحك يا بطه. بطة ثانية يا معلم. بطة يا بطة بتاعي، المعالي السلطان معانا جاي يطمن عليك. مالك يا بنتي؟ مالك يا بطاطا؟ حد زعلك؟ قولينا. انا البنت الشغاله زعلتك ولا حاجه يا اختي؟ ما تتكلمي يا بنتي، جرى ايه؟ اسال المعلم، صاحبك حبيبك في ايه يا معلم؟ ان شاء الله تقص في نظري ما اعرف حاجه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا يا اختي بتكلم جد. ما هو لو انت بتتكلم جد عشان تنكر عملتك السودا انا اللي هضطر اتكلم يا معلم. كلمه يا بنتي، في ايه؟ المعلم المحترم اللي عامله زي اخوك خد مني حاجه مش من حقه، من حق جيم رياضه يوم ما يكتب ويدخل عليا. خلاص يا الادب، روحي شوفي مين يا اختي اللي عمل عمليته السودا دي وجايه تنسيها فيا. ما حدش عمل عمل دي غيرك يا معلم. يا بنت تفتكري كويس. تفتكري يا سلطان؟ دي بنتي انا عارفها كويس. الله بريح حنف، مش يمكن الواد جابر جواها على حس الخطوبة وعمل عملته السودا؟ وايه اللي خلاها تتهمك انت يا سلطان؟ لا بقى حبيبي، انتوا باين عليكم دبرينها سوا، عايزين توقعوني عشان انشلكم الفقر اللي انتوا فيه. لا انا ما اتكلش على وانطة. اسمع يا حنف،
انا ما عملتش حاجه. عايزين تلعبوا بيا، انا العب بمليون زيكم. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. اوعى انت متاكده من اللي بتقوليه يا بطه؟ ورحمه امي اكيد حتى لي حاجه في الشاي خلاني مش داريانه بالدنيا. هو الدنيا كرفاهيه يا ناس، الدنيا كرفاهيه. بعد العشره والسنين دي كلها يجي سلطان يحط دماغي في الطين. هعمل ايه يابا؟ اقول لجابر ايه؟ اغشه؟ جابر لو عرف هيركب دماغه، هيعمل جناية مع سلطان. أنا لا يمكن أقدر أغش جابر، جابر ما يستحقش كده، لكن أنا هتصرف مع الاتنين، هاخد حقي من سلطان، وأدي لجابر حقه، وأخليك ترفع دماغك من الطين يابا. بطل! ايه الكلام اللي سمعته ده يا بابا؟ كلام ايه يا جابر؟ الكلام اللي سلطان عمال يهفر بيه في الحاره. سلطان قال ايه يا جابر؟ بابا عارفه، وما دام سبت كده يبقى الكلام ده مظبوط. بابا الكلام ده صحيح يا بابا؟ يا ريتني ما عرفت، يا ريتني ما ربطت نفسي بيكي. انا اهل الحاره اجيبوا سيره خطيبتي؟ جابر احنا لسه على البر. ايه ده؟ ده الرباط اللي بيربطني بيني وبينك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهديك، ربنا بخير يا حبيبتي، بس الورشه مضلمه من غيرك. الله يخليكي. واخبار سوكا ايه؟ سوكا تحت بيعزم جابر على فرحنا، قلت اجي اعزمك بالمره. مبروك يا نوال، ربنا يتمم لكم بخير. بط مالك يا اختي؟ لا ابدا، شويه زعل بيني وبين جابر. لا دول شويه دلع وبكره تتصالحوا تبقوا زي السمنه على العسل. يا اختي وانتوا لحقتوا يا بطه. بقول لك ايه، اوعى تفضلوا متخانقين لحد ليله فرحنا وما تجوش. سيسوكا يزعل وانا بقى ما اقدرش على زعل سيسوكا. ما تخافيش، احنا ان شاء الله هنكون اول المعازيم. ربنا يتمم لك بخير ويستر عرض كل الولايه. بط مالك يا اختي؟ ابدا فرحانه، اصل لما بلاقي اي بنت من حبايبنا ربنا بيهدي سرها ببقى فرحانه قوي. دي دموع الفرح يا بيت. طب انا هستاذن بقى لسيسو كي يستعوقني. ماشي يا حبيبتي مستنياكي. يلا يا بيتي يا ناهد. استني يا اختي.
سلام يا بطوطه. قلت له يا ابو نوال انا طالب منك ايد الانسه نوال. قال لي يا اسطى سوكه ايش جاب لي جاب راجل حلاق قد الدنيا زيك يتواضع ويجي يحط ايده في ايدي. قلت له يا معلم فولي انا راجل متواضع وهو كله بثوابه. الكلام ده حصل عروسه؟ صح يا سيسوكا. استنى عليا بس هتلايم عليه في بيت واحد. يلا بينا يا سيسوكا عشان نلف على بقيه المعازيم. Thank you.
مالكم؟ مالكم يا رجالة؟ مستغربين ليه؟ واحدة وخدت بترى، ضيعته زي ما ضيعني وقضى على مستقبلي. ما فكرتوش في يوم اني ممكن اكون مظلومة. حتى انت يا جابر ما فكرتش ان بطة ممكن تكون مظلومة، لاني دايما كده، دايما تكذبوا الضعيف وتصدقوا القوي. لكن لا، انا خدت حقي بايديا دول، خدت بحقي. انا قتلت سلطان، قتلت سلطان يا جابر، قتلت السلطان يا جابر.